معانا 1100 ميجا وات، شركة ألمانية 500 ميجا وات، في شركة إماراتية أخرى 200 ميجا وات، يعني ده كله تحت هيبتدوا ينفذوا، يعني خلصوا دراسات وبيعمل إغلاق مالي. فبيتكلم هنا على واقع وحقيقة. فاحنا دايما احنا بنبص لها برضو لحضرتك، يعني احنا ما بنبصلهاش محطات كهرباء فقط، احنا بنبص لها ان هو ان ثقة المستثمرين في العمل في مجال الكهرباء الطاقة المتجددة، وده ما كانش هيجي لولا ثقة المستثمرين في الحكومة وفي الدولة ككيان، احنا ما بنبصلهاش قطاع كهرباء فقط. فهنا الحكومة قررت كمان في كمان 28,000، يعني قبل انا عارف ان احنا نسينا المحطة بتاعتنا، بس انا ندي رؤية للمشاهد ان نتكلم على جذب استثمارات، خلق فرص عمل، توفير وقود بالظبط، توقيت وتوفير غاز طبيعي، خفض انبعاثات، لان الدوله برضو لديها خطه التنميه المستدامه وخطه الخفض الانبعاثات، وده كله. فاحنا كلها بنسميها ديت هي جزء لا يتجزا. المحطه النهارده، افتتاح المحطه النهارده جزء من العمل اللي الحكومه بتعمله او المنهج اللي الحكومه بتنتهجه في توفير الامداد بالكهرباء، حل جزء من المشكله اللي حضرتك تفضلت قلتي في البدايه. نعم. اللي احنا بنعتبرها مؤقته، وبتتكلم جنب الى جنب مشكله الكهرباء مؤقته ان شاء الله باذن الله. فاحنا بنتكلم في الحكومه قررت ان هي لازم تنوع مصادر المصادر، تنوع المصادر ده ان احنا نزود نصيب، يعني ما نعتمدش على مصدر اساسي في بيسموه في انتاج الكهرباء. دايما اي دوله كده لازم تنوع المصادر، تنوع المصادر ان احنا نزود نسبه مساهمه الطاقات المتجدده. احنا ما بنتكلمش على طاقه الرياح فقط، في الطاقه الشمسيه عندنا التي لا تقل اهميه، وطبعا ربنا كرمنا بيها. كرمنا بيها، وزاد حضرتك عارفه ان احنا يعني كلنا عايشين على حوالي 8% من اجمالي المساحه، ففي 92% 90% من مساحه مصر الصحراء، يعني نقدر في اي مكان فيها نقدر نعمل محطات كهرباء شمسيه. فده جزء مهم ايضا، توافر الاراضي، توافر الاراضي المناسبه لقبض هذه المشروعات. يعني مش هطول حضرتك، نرجع للمحطه النهارده بتاعت النهارده زي ما حضرتك تفضلت وقلتيها، هي قدره 252 ميجا وات. دي بتمويل مع شركاء اوروبيين، الاتحاد الاوروبي، الوكاله الفرنسيه للتنميه، بنك التعمير الالماني، بنك الاستثمار الاوروبي. فده كان هو التحالف، ففي التمويل بتبقى قروض ميسره من هذه الحكومه، زائد فيه بتبقى فيها جزء منحه من الاتحاد الاوروبي. النهارده المحطه دي باذن الله بتشتغل، بتنتج حوالي 1.2 مليار كيلو وات ساعه. اللي بتنتجه بقى ده، معلش استحملني شويه. أيوة. اللي بتنتجه بقى ده باشمهندس ايهاب، ايوه بيتعمل بيه ايه؟ بيضخ في الشبكه. تمام. في الشبكه الكهربائيه. تمام. الشبكه الكهربائيه احنا بنتكلم بقى، احنا بنتكلم ضخ في الشبكه الكهربائيه بان احنا بنوفر هنا كميه الكهرباء دي، بتساهم في حل بنسميها ايه؟ في الامداد بالكهرباء في الوقت الحالي. زائد كمان المهم ان هو بنوفر شويه غاز. طبعا. هو ده حلوين. هنوفر شويه حلوين. حلوين سنويا، احنا بنتكلم في 25 سنه، احنا ما بنوصلهاش سنويا، سنه فقط. فلما دايما بنحسب العائد الاقتصادي بنبص لها على مدار المحطات دي 25 سنة. فبنبص لها وبنحسب القيمه بتاعتها، وما بنحسبش القيمه بالدعم، يعني دايما بنحسبها كده. زائد بقى ان هي بتخفض الانبعاثات حوالي 500,000 طن ثاني اكسيد كربون سنويا، وده عامل مهم جدا، لان مصر ملتزمه طبقا لاتفاقيه باريس للمناخ، عندنا التزامات. زائد ان احنا برضو بيسموها طاقه نظيفه، في حاجات احنا الطاقه النظيفه دي العائد على المواطن عندنا في مصر. لان انت عارف حضرتك الانبعاثات ما هي مسببه للتغيرات المناخيه، بتسبب امراض، فصحه صحه الانسان ما هي مهمه، وصحه يعني افراد الشعب مهمه جدا، فهنا بفاتوره كتيره. بالظبط بالظبط كده. فهنا المحطه بتحل، بتساهم في تحقيق جزء بيسموه من التنميه المستدامه، اذا كانت بتوفر كهرباء، بتمد كهرباء، بتوفر غاز. فده دور المحطه الرئيسي في الوقت. تمام. بشكرك باشمهندس ايهاب، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.